اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره التانية من البيت الكبير زي ما تعودنا دايما يشرفنا ويكون حوار رائع مع الاستاذ محمد القوسي. نتكلم على ملفات كتيره جدا، واهمها طبعا ملف الدوري والنادي الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، منورنا دايما. ربنا يخليك يا كابتن، تحياتي ليك ولكل مشاهدين قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اهلا استاذ محمد. طبعا ما نقدرش نبدا حوارنا غير لما نذكر طبعا محمد عبد الوهاب، الراحل محمد عبد الوهاب. النهارده الذكرى ال14 في رحيله، فحابب تقول ايه للذكرى ديت؟ يعني عليه رحمه الله طبعا، وربنا يلهم اسرته الصبر طبعا والسلوان. واحد من العلامات في النادي الاهلي اللي ما زالت ليه محمد عبد الوهاب لغايه دلوقتي بعد 14 سنه الناس بتفتكره، والصفحه الرسميه بتحتفل بيه، وجماهير الاهلي بتحتفل بيه، والالترز بتحتفل بيه، وكل عشاق الاهلي بيحتفل بمحمد عبد الوهاب. ليه محمد عبد الوهاب؟ لان محمد عبد الوهاب يعني مات جوه النادي الاهلي. يعني محمد عبد الوهاب فضل كل حياته، اخر لحظه في حياته كانت بتشيرت الاهلي، كان وهو يعني عرق التمرين عليه وهو بيلفظ الفاظه الاخيره، وروحه بتفيض الى بارئه سبحانه وتعالى. يعني فمن هنا دي القيمه بتاعت محمد عبد الوهاب، اخلص للنادي الاهلي، اخلص في عطاء النادي الاهلي، اخلص في حبه للنادي الاهلي. حتى ان من ابرز جمل اللي قالها عبر مسيرته عبر تاريخه، يعني الاهلي لم يخلف معي وعدا يوم من الايام، ولذلك لن اخلف وعدا او كلمه قلتها للنادي الاهلي. كان جاي له عرض احتراف، وقبلها كان قاعد مع الكابتن محمود الخطيب واتفق معاه ان هو هيجدد للنادي الاهلي، وجاله عرض اعلى من القيمه اللي اتفق مع النادي الاهلي. فقالوا له انت ما تروح؟ قال لهم لا، ما اقدرش اخلف وعد مع الاهلي لان الاهلي عمره ما خلف وعد معايا. من هنا كان الحب والانتماء والتقدير وقيمه محمد عبد الوهاب. لاعب كبير جدا، له بصمه كبيره جدا في الكره المصريه، رغم الفتره الزمنيه القليله اللي اضاها جوه النادي الاهلي ومع منتخب مصر. ده صحيح. النادي الاهلي خسر محمد عبد الوهاب، كان يعني حاجه عظيمه جدا في الناحيه اليسرى، منتخب مصر خسره، لكن قدر في وقت قليل جدا يعمل بصمه ويعمل قيمه. هي مش بالطول ولا بالزمن، ده اللي كنت اقول لحضرتك، مش بالفترات الطويلة اللي انت ممكن تلعبها. يعني ممكن تلعب بتاثيرك فتره قليله جدا، لكن يكون تاثيرك كبير جدا زي اللي عمل محمد عبد الوهاب. ده حقيقي. على المستوى الدولي كمان، على المستوى الدولي اللاعب منتخب ولعب كاس عالم الشباب مع كابتن حسن شحاته وفاز بيها في 2003، وكان من ضمن الناس اللي مقتنع بيها كابتن حسن شحاته بشكل كبير جدا، ولعب معاه في 2006 كاس عالم 2006، وكان لاعب مميز جدا، وكان ليه تميزه في الناحيه اليسرى، وكان ليه تسديداته من الركلات الحره المباشره اللي بيجي منها اهداف مسجله باسمه، كان ليه ستايل كده في اللعب معين. فلاعب يعني صعب جدا ان يخرج من قلوب الاهلاويه كلهم. ده حقيقي يعني. ده حقيقي، وكلنا طبعا يعني كلنا يعني كنا اليوم ده صحينا على خبر صادم يعني. وزي ما بقول لك، اللي بيعلي قيمته وبيعلي قدره عند جماهير النادي الاهلي الجمله اللي حضرتك قلتها، انه وعد، وطالما قال كلمه بيبقى قد الكلمه، وده جزء مهم جدا كمان. انه الله يرحمه بيموت في استاد التتش على نجيله في التدريب الصبح. فلك ان تتخيل مقدار الحب كمان اللي جماهير النادي الاهلي بتحبه لمحمد. هو جدير بكده لانه على المستوى الاخلاقي ولا اروع، وعلى المستوى الفني كان باك شمال عظيم يعني. لا طبعا حقيقة كابتن، يمكن افتكر اللحظه دي مهمه جدا، يعني اللحظه دي فاكرها بالظبط، يعني لان التدريب ده كان صباحي. استقبلت الخبر ازاي؟ كان تدريب صباحي يعني، كان فتره صباحيه فعلا، يعني صحينا من النوم على هذا الخبر المفزع لينا. يعني صحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبه، وان محمد عبد الوهاب في التمرين، كان التمرين 10 الصبح، وما حدش كان عارف مات ولا راح المستشفى يعني لغايه ما تاكدنا من الخبر يعني. فكان خبر صادم للناس كلها، لغايه بالليل كانت مرسيه على مصر كلها، كان هو حديث مصر كلها في اليوم ده الحقيقه. ويمكن حتى الغريب ان هو لمح للحاجات دي قبل ما يموت بساعات، لما كتب على في غرفه الملابس ان النفس اللي عايزه كل حاجه، النفس ذاهبه وهتروح يعني وهتنتهي. وتحدث مع زمايله قال لهم ان انا حاسس ان ايامي قربت، لان كان ميت قبله على طول ب 28 ساعه، ب 48 ساعه. احمد وحيد لاعب الترسانه كان مهاجم صاعد عنده 23 سنه، وكان جاي من طريق اسكندريه الصحراوي قبلها بيومين بالظبط، وعمل حادثه في طريق اسكندريه الصحراوي، وكان صديق عبد الوهاب جدا يعني في الموضوع، فكان متاثر بيه. لذلك انه قال لي بعد ما قال منه ان قريبا سيلحق باحمد وحيد. يعني طبعا احمد وحيد عليه رحمه الله وعبد الوهاب رحمه الله، وما كملش 48 ساعه ولحق بيه الحقيقه، يعني في مشهد يعني كان حزين ومؤسف لكل الاهلاويه يعني. وانت زي ما بتقول، مش بس جماهير النادي الاهلي اللي حزنت، لكن مصر كلها حزنت عليه، لانه زي احنا بنقول هو لعيب من تراث فريد على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. الله يرحمه. بالظبط، هو كان طبعا بدا مسيرته الكرويه في سنورس في الفيوم. في الفيوم مظبوط. بعض مدربيه جابوه يعمل اختبارات في نادي الزمالك، وابروه اختبارات في نادي الزمالك، وقعد 4 شهور في نادي الزمالك. ويمكن قبل ما يوقع على العقد في نادي الزمالك
والده رفض ان هو يوقع العقد في نادي الزمالك لانه كان منتمي للاهلي او حاجات زي كده، ولكن ما كانش فيه فرصه انه يروح النادي الاهلي في الوقت ده، راح موديه نادي الالومنيوم، لعب في نادي الالومنيوم، حتى كابتن حسن شحاته جابه من نادي الالومنيوم. يعني كابتن حسن شحاته كان يعني عينه كويسه بيصطاد لعيبه، شوف جابه من نادي الالومنيوم من اقصى الجنوب ولعب للنادي المنتخب، ولما راح في كاس منتخب الشباب منتخب الشباب اتالق معاهم، فاشتراه نادي الظفره لمده 4 سنين وما لعبش للظفره على الاطلاق. يعني الظفره اللي اشتراه ما لعبلوش، لان الظفره مجرد اشتراه باعه الانبي هنا في الدوري المصري يعني حقيقي. بعد كده انتقل للاهلي، وكانت بدايته مع الاهلي غير موفقه لانه ما خدش فرصته، وكان موجود في عصر ذهبي لمين، ما لعبش اوائل يعني اول ما دخل النادي الاهلي ما لعبش كتير طبعا، ما لعبش كتير طبعا، كان في جيلبرتو. جيلبرتو طبعا، مين يلعب على جيلبرتو؟ يعني هو ما لعبش غير لما اصيب جيلبرتو، كان في تصفيات في دوري الابطال في النهائيات، ولعب وتالق، ومن ساعتها دخل دماغ مانويل جوزيه وبقى لاعب اساسي وبقى يلعب. لا انت وفاه الله يعني، الله يرحمه يعني، الله يرحمه، ودايما هنتذكره ودايما في قلوب الاهلاويه. خلينا نتكلم على يعني بعض الملفات هنتكلم عليها سريعا. نتكلم اكيد على النادي الاهلي، شايفين ان كمان حسين الشحات في الفتره اللي جايه بيتعافى بشكل كويس قوي، وكان حسين معانا هنا في البيت الكبير، وكان دايما انا حتى سالته بره الهواء انت راجع امتى، فقال لي انا بحضر نفسي مش يمكن مش مباراه الدوري، ممكن بعض مباريات الدوري، لكن التاهيل الحقيقي لمباراه المباريات الافريقيه وخاصه مباراه الوداد. انت شايف طبعا رجوع حسين الشحات هيبقى ان شاء الله اضافه كبيره وحلول فنيه طبعا داخل الملعب. طبعا حسين الشحات بدا النهارده تحديدا اول برنامج التاهيل بتاعه، التاهيل النهائي اللي هيبدا يخش بيه على التدريبات بتاع الفريق، ويبدا يرجع ان شاء الله. يعني انا المتوقع ان في الفتره من 10 ل 15 سبتمبر تقريبا هيبدا يرجع للتدريبات في النادي الجماعيه. التدريبات الجماعيه يعني في تقريبا في خلال الخمس ايام دول من 10 ل 15 سبتمبر، اي قبل الماتش اللي هو ماتش الذهاب مع الوداد حوالي ب 10 ايام، نامل ان الشحات يجهز بشكل قوي وشكل مميز لهذه المباراه، لان عودته هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيدي المدرب حلول كثيره جدا، لان صحيح. طبعا فايلر محتاج حسين الشحات من القوى ومن العناصر المهمه جدا في فريق النادي الاهلي، فعودته هتكون اضافه جميله جدا واضافه قويه جدا، اكيد هتفرق مع النادي الاهلي وهتفوق النادي الاهلي، ويبقى عندك اكتر من حل واكتر من دفاع، ويشعل الحماس في المنافسه على المركز اللي بيلعب فيه. طيب معانا دلوقتي طبعا الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي، منورنا يا كابتن، مساء الخير على حضرتك. كابتن احمد ناجي، كابتن احمد ناجي موجود معانا؟ طيب هنتواصل معاه مره تانية كابتن احمد ناجي، لكن خلينا نتكلم على الامور الفنيه، وخاصه نتكلم على المباراتين اللي بعد مباراه نادي الزمالك. الشكل اعتقد اتغير بشكل كبير، يمكن مش رجع لي، خلينا نتكلم بكل امانه، مش اداء النادي الاهلي اللي قبل كورونا، لكن في تحسن في الاداء، في رجوع بعض المصابين شاركوا بشكل كويس، احمد الشيخ رجع بشكل كويس، في كمان عوده مروان بشكل كويس جدا، كمان بادجي بيثبت انه لعيب، وبدا الجماهير بالرغم من الفتره الاولى بعض الجماهير قالت لا مش هو ده مهاجم النادي الاهلي، لا رجع واثبت انه فعلا جدير يكون موجود في النادي الاهلي، وانه عنده كمان الافضل الفتره اللي جايه. تمام، خليني بس اقول لك قبل ما اجاوب على السؤال ده، في يعني اضافات ثانيه تحصل لفرقه النادي الاهلي. كهربا طبعا. كهربا قدامه ماتشين، يعني باينه ماتشين كده، باينه ماتش وادي الدجله يوم الجمعه وماتش حرس الحدود، وينتهي ال10 ماتشات اللقب بتاعه، ويضاف قوه للنادي الاهلي. يعني اعتقد ان هو بيستعد بقوه، بيتدرب وجاهز، ان شاء الله يكون جاهز ويبدا يخش يشارك في المباريات قبل المباريات الافريقيه، فدي هتكون اضافه قويه. يعني ان شاء الله عمرو السوليه سيتعافى ان شاء الله خلال 10 ايام من العضله اللي موجوده، برده اضافه قويه كل ده موجود عليه. خلينا كابتن احمد ناجي يرجع لنا. كابتن احمد مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا حبيبي، وحشني. وحشني يا كابتني والله، اخبارك ايه؟ انا كويس يا حبيبي، كله تمام، كله بخير الحمد لله يا حبيبي. كنا كابتن احمد بنتكلم طبعا النهارده من 14 سنه طبعا كان في خبر صادم لينا كلنا، والكابتن طبعا محمد عبد الوهاب الله يرحمه توفى زي بالظبط، خلينا بكل زي بكره يعني 31 اغسطس 2006. كان يوم مؤلم جدا جدا بكل تفاصيله، وكنت جنب الحدث يمكن ب 10 سنتي. كنت جوه الملعب طبعا جنبه. لا في نفس الدايره اللي فيها محمد، بتاعت مواقع محمد وقع جنبي انا. اشرح لنا يا كابتن برضو يعني الله يرحمه ازاي يعني فجاه كده. كان بالليل في الاستوديو بيسجل، كان مهرجان الاعتزال للكابتن سيد عبد الحفيظ.
وقفنا في الجيم سوا الصبح، كان تمرين صباحي، وبيحكي لي بقى على التكنيك بتاع المزيكا والتراكات، وأول كان أول مرة أشوف يعني تسجيلات جوه استوديو وحاجات، والمزيكا بتلعب الأول لوحديها وبعدين هو بيخش يركب صوته. كانت حاجات جديدة عليه، بيتكلم بمنتهى يعني ما كانش في أي حاجة، طبيعي جدا. مؤشرات خالص بالمرة. قعدنا هزرنا وقلنا له يا مطرب، وأنت عارف بقى الأجواء دي بتبقى عاملة إزاي. وبس، وبعدين قعدنا القعده بتاعتنا اللي هي اللي بتاعت سلمان الزويل على الخط دي، اللي بنقعد نضحك فيها شويه، استاذ احمد السيد والناس المهرجين وبركات. وبعدين نزلنا الملعب، بدانا بالدايره. الدايره شغاله، جات له كوره بصاها وراح واقع. فيعني استغربنا، وبعدين بنبص عليه لقيناه ما فيش يعني نفس خالص. صرخنا الدكتور ايهاب علي، دخل الاسعاف على امل ان هيروح يعمل استفاقه يعني مثلا ويجي، لكن طبعا ما يغلاش على ربنا يعني. فعلا كانت اخر كوره بصاها في حياته. وبعدين رحنا بقى على الفيوم، كان يوم صعب جدا في الفيوم طبعا، اهله وام يعني طبعا فاضله جدا، كان يوم صعب علينا جدا جدا طبعا، لانه اساسا إن كلنا هنموت، لكن يعني شخصيه بالنوعيه دي وبالبراءه دي وبال يعني ملاك، ملاك فعلا، صفات ملاك وتصرفات ملاك، وحاجه يعني ربنا يرحمه يا رب. والحمد لله 14 سنه فاتت كل سنه يجي معاد موته كل الناس بتفتكره. ده حقيقي، ده حقيقي. 14 سنه من النهارده بالظبط، يعني كل الناس وكل على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كلها بتتذكره وبتكتب عنه. ده دليل يا كابتن ان الناس فاكراه، وده دليل ان هو موجود. سيرته حلوه بالظبط، الانسان بيموت لكن سيرته بتفضل. ده صحيح، ده صحيح. كابتن احمد طبعا يعني الله يرحمه طبعا، لكن خليني اروح مع حضرتك لملف سموحه. يعني كان في يمكن بدايات بعد كورونا كان في تذبذب شويه في النتائج، النتائج بدات تتحسن بشكل جيد جدا، فعايزين حتى في ترتيب الجدول، وعايزين نطمن من حضرتك على سموحه وكمان طموحات التارجت لسموحه ايه السنه دي، انه يكون في المنطقه الدافئه، ولا كمان عنده طموح اعلى انه ممكن يخش من ضمن الاربعه الاوائل في جدول الدوري؟ لا، هو نادي سموحه نادي كبير طبعا، طبعا يعني مركز مع فرقه الكره جدا، مهندس فرج عامر وجهاز فني على مستوى رائع جدا، الكابتن حماده الفضلي، كابتن احمد عبد الفتاح، وخميس جعفر، ومعنا معد بدني انجليزي سرويلي، ومجموعه لاعبين رائعين يعني، مجموعه لاعبين بجد بجد من عشرين اليوم. طموحاتهم كبيره، واحنا طموحاتنا كمان يعني ان شاء الله في الاتحاد. لعبنا اربع خمس مباريات، فيهم مباراتين فيهم سوء يعني فعلا توفيق بجد في اخر دقيقة في حاجات زي كده، لكن طبعا كرة القدم فيها كل حاجة طبعا، ده اكيد. الحمد لله، وانا شايف ان المجموعة دي مع كابتن حمادة ان شاء الله تعمل حاجة كويسة ان شاء الله. انتوا دلوقتي اعتقد في المركز السادس يعني قريبين، يعني المرور مش بعيدة قوي، فكل طبعا التوفيق لكابتن حماده، وانت كمان موجود كابتن احمد ناجي، انت خبرات كبيره جدا جدا، وانا عاشرتك في المنتخب، انت كمان خبراتك يا كابتن ما بتبقاش في الملعب بس، انت كمان خبراتك بتنقلها للعيبه، حتى المدير الفني بيستفيد منها، وكابتن حماده صدقي من المدربين الكبار، فاعتقد ان شاء الله عاملين ثنائي رائع مع طبعا بقيه الجهاز الفني. انا قاعد على يعني كل اللي بيطلب مننا بنعمله الحمد لله، وانا شايف انا متفائل جدا يعني ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن لحضرتك والكابتن حماده صدقي والنادي سموحه وكل الانديه المصريه، وان شاء الله بقى عايزين نشوفك في البيت الكبير برضو. طبعا طبعا يعني شرفني انا. يا ريت. مثال وسؤال يا كابتن. طبعا كابتن محمد عايز يسال حضرتك سؤال. كابتن احمد. كابتن ناجي اهلا بيك. ايه يا اوسي، ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك يا اوسي، عامل ايه؟ مبروك الفوز بالثلاثه في الماتش الاخير. الحمد لله، بدأت تنتع اهي شويه. لا لا، ماشي ما شاء الله، ده انتوا داخلين بشكل قوي وشكل مميز يعني. الحمد لله. طبعا ما ينفعش تبقى معانا وما نسالكش عن حراس المرمى، حراس المرمى بعد العوده بعد كورونا، يعني شايف ادائهم عامل ازاي وشكلهم ازاي؟ وعايزك برضو تركز لي اكتر على محمد الشناوي، وخصوصا بعد ادائه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. محمد الشناوي من كاس العالم والبطوله افريقيا يعني واضح ان هو مستمر على نفس الاداء، ومستمر طبعا حياه كبيره لمدربه اللي محافظ له على
المستوى ده في النادي الاهلي. هو محترف بشكل رائع جدا جدا، اشتغل على نفسه وعارف يعني ايه معنى كلمه احتراف بشكلها الحقيقي. يعني انا بقول له انا فخور بيك، وبجد بجد لسه كان في بينا كلام من يومين ثلاثه وقلت له كده، بس انا يعني فخور بيك. يعني الدوري المصري فيه حراس كتير كويسين، حارس الاتحاد عماد السيد عامل ثلاث اربع ماتشات بعد العوده من الكورونا كويسين جدا. محمود جاتش انبي حارس واعد قوي، عنده ثبات كويس. عندنا عمر صلاح لعب الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا، يعني عمل مباريات كويسه جدا، ويعني في غياب الكابتن هاني سليمان لانه طبعا بعد وقف ثلاث مباريات وبعد كده جاله كورونا، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع لنا قريب باذن الله. في ابو جبل طبعا مؤدي مباريات كويسه جدا، ابو السعود مع نادي المقاولين، حراس كتير. يعني بصراحه مركز حراسه المرمى في مصر عامر واحمد يحيى في الانتاج الحربي لهم مستوى برضه، حراس كتير مش عايز انسى حد. مركز حراسه المرمى في مصر مبشر وبخير وما فيهوش اي قلق. وانت كنت دايما يا كابتن احمد حتى في وجودك في المنتخب كنت بتطمن حتى الاجهزه الفنيه، يعني اجير كان بيسالك كنت دايما تقول له لا حراسه المرمى لا كنت دايما فاكر يعني بالظبط. انت كنت حاطط 8 او 7 8 حراس من 1 ل 8، فدايما دايما يعني الدوري المصري اعتقد حراس المرمى على مستوى عالي جدا. يعني لو بصيت على دوريات ثانيه مش هتلاقي العدد الكبير. لكن عايز اسالك اخر سؤال يا كابتن احمد، الجزء اللي ظهر وانا لاحظته في محمد الشناوي انه بدا كمان بشكل اكتر من رائع، انه بيبني من تحت الهجمه كويس، انه بيلعب برجله كويس قوي. وانا فاكر انت حتى في بعض التدريبات في المنتخب كنت بتركز على ان حارس المرمى خلاص بدا يلعب برجله، محمد الشناوي عامل اسيست المنتخب ده من زمان خالص بالظبط. يعني لا في الفترات الاخيره اللعب بالقدمين لانه كنا عارفين ان كره القدم هتتطور بشكل ده صحيح واخر، لانه اللي بيعمله محمد الشناوي احنا من زمان جدا جدا بنشتغل عليه. لكن هو طبعا دلوقتي في فترات من المباراه بيلاقي فرصة هو ان هو يستخدم المهارة دي زي ما استخدمها في المباراة اللي جاب فيها مروان الكولر، عمل اسيست لمروان. طبعا وهو اساسا طبعا معدل القوة البدنية عنده التناسق العضلي والحاجات دي كلها كله موجود، حاجة بيرفكت يعني ما شاء الله عليه. كل التوفيق طبعا للشناوي ان شاء الله بيستمر بهذا المستوى. كل التوفيق ليك يا كابتن احمد، وزي ما وعدتنا كده مستنيينك في البيت الكبير وتشرفنا ان شاء الله قريب جدا. ان شاء الله يا حبيبي. شكرا ليك كابتن. شكرا ليك. كابتن احمد من الناس المحترمه والمدربين الكبار، يعني انا اعرفه يمكن عن قرب ومتابع معاه من ساعه ما بدا من قبل النادي الاهلي يعني، والحقيقه هو مدرب بيشتغل على نفسه بشكل كبير يعني الحقيقه كويس جدا، وبيطور في نفسه وفي ادائه، وبيجيب التدريبات الموجوده في كل العالم لحراس المرمى الحقيقه يعني، وليه بصمه موجوده في كل مكان بيبقى موجود فيه. عايز اتكلم على الاسيست اللي عمله الشناوي في المباراه الاخيره دي، مش اول مره يعملها الشناوي يعني، قبل كده عملها وهو موجود مع بتروجيت، وعملها في النادي الاهلي لو افتكر ماتش الاهلي والزمالك الجون اللي جابه حسين الشحات عمله، كان هو عامل الاسيست. فده ازاي حارس مرمى لم يعد كمان نصف الفريق، ده تجاوز نصف الفريق بيساهم في الهجوم وفي تسجيل الاهداف وليس في التصدي للاهداف فقط يعني. فطبعا ميزه كبيره جدا كمان يعني. يا استاذ محمد خلي بالك انه يطلع لنص الملعب بالكره، خلي بالك دي ثقه يعني، دايما الثقه بتيجي وحتى على مستوى اللعيبه لما انا بلعب في الملعب وعندي ثقه في نفسي وحاسس ان انا في فورمه كويسه. لا بعمل البلس، بعمل الحاجه الزياده. ده صحيح يعني، مش ما كانش مطلوب ابدا ان الشناوي يبدا يطلع لغايه نص الملعب، وطلع في وقت مؤثر جدا، وقت مهم جدا في الوقت الضايع، الدقيقه 92 او الدقيقه 95 في الوقت الضايع، فطالع في الوقت ده والنتيجه 0-0 لو اتقطعت خلاص الدنيا باظت بالنسبه لك. فعنده الشجاعه وعنده ثقه، حتى قاعدين نتفرج على الماتش الناس بيقول ده رايح فين بالكوره، فوجئنا ان هو بيلعبها لمروان على طول. حاجه جميله طبعا يعني ومؤثره يعني. طبعا حاجه محترمه جدا. وخلينا نتكلم يعني في جدول الدوري، جدول الدوري اعتقد الدوري اتقسم لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني جزء البطوله اعتقد النادي الاهلي حسمه بشكل كبير جدا. دلوقتي ما بين الوصول للمركز الثاني والكونفدراليه بمعنى اصح اللي هو اللعب على المستوى الافريقي ومشكله الهبوط. احنا زي ما انت حضرتك بتقول ثلاث مستويات في الدوري، النادي الاهلي في حته لوحده،
ده حقيقي. وطبعا يعني تقدير لراي حضرتك الاهلي الاقرب لحسم الدوري، لكن ما زال الدوري لم يحسم برضو. ده طبعا لسه عدد النقاط لسه ما كملش، ما اتحسمش يعني. لما يبقى عدد النقاط او اللي قاعد اقل من اللي عندك تبقى الامور منتهيه تماما بالنسبه لك يعني. الاهلي تمام، باقي له تقريبا دلوقتي حوالي 5 مباريات ويحسم ان شاء الله 15 بونت، 15 نقطه يحسم المسابقه من النقاط المتبقيه يعني. فالاهلي في منطقه لوحده بيتكلم على 62 نقطة، واللي بعده 45، الزمالك 45، بيراميدز 45، المقاولين 40. مع الأخذ في الاعتبار ان الزمالك هيتخصم منه 3 نقاط مزبوط نتيجة انسحابه من ماتش الأهلي في الدور الأول، القصة اللي احنا عارفينها دي يعني. ففي صراع كبير جدا على المركز الثاني. انا شايف ان الماتش اللي جاي كمان بين بيراميدز والزمالك ماتش مهم جدا بالنسبة للزمالك والبيراميدز، ان الزمالك يحتفظ بآخر أماله في المنافسة على هذا المقعد، او ان بيراميدز يحسم الملعب. لان بيراميدز لو كسب هيوسع الفرق، ولسه في 3 نقاط، هيبقى الفرق 6 نقاط كمان بين الفرقتين يعني. اعتقد ان يعني انت مباراه بيراميدز والزمالك القادمه هي مباراه بتحسم المركز الثاني بشكل او باخر لحد كبير يعني. بس لو كسب الزمالك مش هيبقى اتحسم بشكل نهائي، لكن لو كسب بيراميدز هيبقى فرصه اكبر. علشان 3 النقاط اللي بتتخصم من نادي الزمالك بالظبط 3 يعني، يبقى الفرق 6 نقاط. 6 نقاط فهيبقى فرصه تعويضهم صعب، ولسان بيراميدز ماشي بشكل جيد. ده حقيقي. بيفوز تقريبا باغلب مبارياته وهو مركز على المكانه دي يعني. عندك المقاولين ماشي بشكل قوي، شكل مميز، لكن خسر في الماتش الاخير بعد ما كسب الزمالك وعمل مباراه كبيره جدا ب10 لاعبين. ومحدش يتخيل ان المقاولين يصمد قدام الزمالك بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، حوالي 70 دقيقة تقريبا صمد ليهم لو احسبنا طبعا الوقت الضايع في المباراة، انه يجي قدام الجونة ويخسر يعني. ده دليل ان برضه ان الدوري فيه قوة وفيه منافسة وفيه اصرار وفيه حماس، وفيه ناس بتتأثر بالنتائج اللي قبلها والنتائج اللي بعدها، فده مهم جدا. فدي المنطقة اللي في النص اللي بيتصارع عليها الزمالك، المقاولين، بيراميدز والاتحاد ممكن يخش ولا هيبقى الاتحاد لا ممكن وارد ممكن يخش. ده لسه النهارده كسب 3-1 النهارده الاتحاد عامل مباراه كبيره جدا على الاسماعيلي في الاسماعيليه، ومتقدم فايز عليه، كان متقدم 2-0 في اول ربع ساعه يعني. انت بتتكلم الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري وصل تقريبا الاتحاد السكندري 34 نقطه يعني. فبيتكلم الاتحاد السكندري النهارده بيلعب خلينا نشيد بالكابتن طلعت يوسف وبقيادته للفريق وبثقته وهو بيدير المباراه وبالاداء الهجومي اللي بيلعب بيه الفريق وبالعناصر اللي بيقدمها. لا لا حاجه جميله جدا، الواحد قاعد بيتفرج على الاتحاد حابب يلعب كره حلوه وكره محترمه. والحقيقه انا شايف لو ان الكابتن طلعت يوسف تم توفير استقرار كامل ليه مع الاتحاد الاسكندري، يعني مثلا يتعمل له عقد لمده 3 سنين مثلا، ويبقى محطوط خطه يا كابتن زي اللي انت بتتكلم عنها دايما، يبقى عندك خطه طويله الاجل، ان خلال 3 سنين او سنتين ثلاثه اللي تقدر توصل لمستوى معين يبقى يشارك في البطوله يعني. الافريقيه على الاقل، الافريقيه على الاقل ده يبقى هدف بالنسبه لي، بحيث ان انا اقدر ابني. لكن حكايه التغيير في المدربين هي اللي بتهد دايما الفرق الكبيره وما تخليش فرق كتير. يمكن لو شفت في اوروبا تلاقي معظم الفرق بيتعاقدوا بال3 و4 سنين مع المدربين عشان يعمل نوع من الاستقرار. ما دام انت مختار مدرب طبقا لمواصفات معينه وطبقا لشروط معينه وطبقا لقدرات، خلاص سيبه يشتغل. حتى لو تعثر بعد السيزون ويشتغل، اديله فرصته كامله، ولما يفشل نهائيا خلاص ما لقيتش فيه امل انتهت القصه. النهارده طنطا يعني. كمان المدرب الثالث في هذا السيزون بعد الكابتن طبعا ايمن مزين وكابتن محمد صلاح النهارده كابتن احمد سامي. كل التغييرات دي مش في صالح طنطا، وانا مش شايف ان هيجيب نتيجه في الموضوع. نتمنى لهم التوفيق والكابتن احمد سامي التوفيق، لكن الموقف هيبقى صعب على اي مدرب يجي يتولى المهمه يعني. وصعب على اللعيبه، تخيل اللعيبه اشتغلت مع 3 عقول تدريبيه، فكل عقل خدهم في حته، عقل الكابتن هاني رمزي غير عقل الكابتن محمد صلاح، كل واحد ليه فكره. فانا دلوقتي هبدا معاهم من الصفر احمد سامي عشان اعمل لهم بفكر جديد بفكر يعني مختلف. طبعا ممكن اغير في التكتيك، اغير في اللعيبه، في المراكز، في طريقه اللعب. كل شيخ وليه طريقه زي ما بيقولوا، وكل مدرب وليه طريقه، وكل مدرب وليه رؤيه وليه فكر. والمؤكد ان المدرب بيكون ليه تاثير كبير جدا وطاغي على الفريق، ولابد ان النجاح لما يحصل يحسب للمدرب، والفشل برضه بيحسب له زي ما بيحسب له النجاح يعني. فانا بقول لك كابتن طلعت يوسف نموذج لهذا المدرب المنضبط الملتزم اللي ماشي بشكل جيد، واللي حاطط الاتحاد. انا سعيد ان الاتحاد موجود في المكان ده بادائه ده بقدرته ده في الوقت اللي حزين فيه على النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا اللي دايما كان بيمثل القوه الثالثه في الكره المصريه بعد النادي الاهلي وبعد الاهلي والزمالك بيمثل. لكن دلوقتي دخل طبعا بيراميدز ودخل المقاولين ودخل الاتحاد، الاهلي الاسماعيلي، الاسماعيلي في خطر. اللي هو هنتكلم اسماعيلي هنتكلم احنا دلوقتي احنا دلوقتي هنخش بقى على المرحله اللي هي بدايه مش من ايه من المركز السابع. انت بتتكلم من المركز السابع لغايه اخر الدوري عندك، انا بتكلم مركز السابع 11 فريق فعلا 11 فريق يعني في منتهى الخطوره بيواجهوا منهم امبي والاسماعيلي ومنهم فرق كبيره جدا يعني موجوده
منهم النادي المصري، وان كان ليه ماتشين لكن المصري عنده 21 نقطه. طب خلينا نتكلم خاصه على المصري والاسماعيلي، لان الموقف صعب جدا، خاصه النهارده كمان بعد الهزيمه من الاتحاد موقف صعب جدا، كمان النادي المصري بيمر بمواقف صعب جدا. نتكلم خاصه يعني على بقيه انديه الدوري، لكن خاصه الاسماعيلي والمصري. والمصري نطلع